لما الله دي ما دي قاعد يوسي ابني دي ما قال ليش قايل له شغل الله يفتح عليك يا ولدي. لكن كيف خرج ما حصل قوف تدخل الحين مكان العدو راقد ورنا هذا الباب مغلق. هذا راقد ايه ما شاء الله ما نمرعك يا ابني. لا قلنا حولك تطلع والله مراش داينا عدفنا. وسيم 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 ايه ما شاء الله عليك عدك ليك نخي. وسيم 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 مو تشتغل انا ارقد عدنا نوم. كيف حالك ترقد؟ لا قلنا قوالك تطلب الله وانت نوم. انا نوم خلاني ارقد وخرج وغلق الباب معك خلاني اكمل الحلم. اخرج طيب تمام براحتك خذ ارقد خذ انا شغل لك كيفي نوم. يلا يلا مو تشتغل مو مني قلنا قلنا اطلب الله خلاك جالس نوم. يلا مو تشتغل مني عاد راكوك لحلم من انا لا حريو ما خليكني لا اتزوج بالحلم ولا بالواقع. اما انا ما تقوم تدور لك عمل لاصحابك انت وحالي وحقك اللي يدي لك ابليس لخارج ما تكمل حرس الباب. قم يلا يلا قم مو بمعانا ناكل مو بمن صبح. كيف مو بمن صبح هذا كبر الحين محرس جاهز قصكم اكلك الصحون واللحمه وحليب الشاهي وانت جيت حاسبني حتى على الحلم مو اكل مو شرب. كانوا اللي قدموا الصحون والشاي حليب واللحمة وانتجا ماذا حين معاشي الصبوحة؟ انا كيف جايب لك مولي التريح جايب لك انت عارف تيلي اخرج لنا ما خرج مانيش الصبوحة اروح لي من عندك تفتهن. اما لا جاو لك ومعك من طبع الجن. قل قوش اكبر اشقع علي وانا جالس مرتاح مانش داير نوش اكبر ارجع اشقع على وراقد. يلا الله يهديكم بس الله يهديك يا ابني والله انا ما عوز وحلا صشدنا شويه. عسى ما نبلي شيء يغاويني ودي لي حري ويودي الصبوح قال اش اكل الصبوح انا مسكين والله نجزع بدون صبوح لكن انا اش اكل انا. ما العلاج؟ لا ما العلاج رجعنا عند الدكتور عنده ليك لا يصرف له غيره. عليكم السلام. كيف ابوك اليوم؟ احسن بس خلص له علاج اشتري رجع عوده ادي له علاج. الله تمام رجع عوده ما بش بيس رجع عوده اشتري بيس ضروري منوش ادي لي عين منوش ادي لك سلف عين لك من مصلح ولا من نصار؟ انا مستحي من نصار عدد بي ادي بيس منه خلاص عين مصلح هو طيب مش ادي له عين ولا انا اخن عين. والله الباطن وعلى كل شيء عليم. هذا الدق دق وظهرك وصار بساط دقدق كسر الباب. انا اياك يا مصلح افتح ملتقل انت انه ملتقل انت اياد ولا رجال ملتقل انت. انا اياد بن ذياب. كيف اياد بن كلاب هذا اياد بن كلاب ولدي خربط اليوم هذين مو باك على مصطبح. انا اياد اياد اخرج مش اقول له. انا هذا شغلنا اياد بن كلاب ايه مو دور مني ذا الغينه ما بالله من الشيطان الرجيم.
انا ما قول دور ماشي يدورني لو يدور منك شيء من زعم من ينفعك ما ما ينفعك بحاجه هي ها الله اكبر على الوضع الحين خرج عين اذا اياد بن كلاب كان عم وش يشتيها ولا بحب لك يا صلي تبعتها الله هنا عين اذا اياد بن كلاب هي مو تشتغل مو تدور قول له ما عاد سمعت من رجلي يوجعني من اول سيح سيح ورجلي هكذا يوجعني ما عاد سمعت ولا عاد يدري من تقول الحين متشابني ما في الا العلاج خلص حق ابيك وكل عندك ما انا محزق مع عيسى دليل لا مو كيف سيد الا بالسوق جاش من عندي علاج ما انا معي علاج انا شعل نفسي ما جاي انا رجلي يوجعني ها هذا رجل والثاني على يوك عين علاج الأبي ما من عندي لك علاج أبلغك لعندك تعيل لي لابو 50,000 رجع أبي معه عودة لعند الدكتور وأنا شرجع له إن معك عودة ولا بخور مو في علاج ده أنا رجلي لوجع إنه ما لا معي بيش ولي علاج نفسي هذا أنا شقي سرع إلا ما بش معي لا ما جاء معك عودة وبخور ما إحنا ما معنا لا عودة ولا بخور من أنا أدي لك بيس عودة من عندي لا أنت حاسس إني جالس في البيت لا ما نشكي عليه ولا ما نديلي ولا معي حاجة من يدي لك هي سق ما لا دبر لي كم ما دبر انا عند الله وعندك دبر لي حتى 20,000 ايا تشغل حلوبه وقول له ما معيش ما لا معيش اللي عالق نفسي قال دبر لي كم ما دبر ولا دبر لي انا وانت هيا ما معيش اقول له والله ما معي حتى ريال هذا كوت ما باش اقول له ما باش هذا كوت عندك في طوالات خلى حاجه هدي اش كوت اقول عندك شني حل الثياب بعلم لك بقول له ما باش ما باش ما باش اني انا مجاهده ها حي مريض دي الله مشغلك الله فرع علم صامحة قول له ما ابوش ما ابوش ما ابوش ما ابوش قال دب اللي كم مديك انا قاقول كلي ابي مصلح حتى لا معه ما يديش ما يجدي ها لقد داري بينا ما شودي لقد دان انت ابوك شو تقول شالوني ما سب ما ابوش معين قوله ما ابوش قلوا لي لعب نصار قاقل لحتى قيلوا لعندي ما انا بقى قال لك نصار شدي لك بيش ولا لعنده وانا اجيب ابوك بلاش ولا شي منكم ريال عبالي التانك يدزل ولا شيء من اقول ريال سامحك الله يلا عين النصر حقك هذا يلا ولا هذا لما الشيطان مو جاهز السلام عليكم وعليكم السلام قل لي كيف ابوك ابني الحمد لله قوي حسن ما لم تحت يا ابني لمو يا اخي عندي مو تشته ما فيك اقول لي عندك دبر لي 50,000 ارجعه عوده لعند الدكتور سلام لما قام عيا انا شقضي قال لك لعند مصلح قال ما معه ولا شيء وانت من اللي قال لك ولا لعند مصلح قال انت داينا مصلح مرضي الدين ولا يرضي يدع الداع حاجه ما لو قال لك ولا لعند ساقول لك قال لك انت تحتاج حاجه جاك لعندي للحين ما بوشين كنا قاقوك لعندك دبر لي كما دبر والله يا ابني مو اقول لك ان ابو معي بيسحق الناس بس قال شديه لك انت حوي لما معك انت شديه وهذا قضوه يصبر ولا اي لك سياره وانا الحق بياس يلا شكرا بياض الله وجهك على ما تشكرني يا ابني هذا واجبي قال لك ما صديق الا وقت الضيق يلا عشان اللي عين مصلحه يلا مع السلامه هل شرح حقك والله صار ما ندري شو اللي سوقه هو اللي حمل الحيار ها هو محل ايه بيعه لي بيعه بيعه لي هذا هلا ادي لي هذه 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 هلو انا هلو ابو زي ماشي هلا انا ها ها ما انا ما عاد صديني ولا شيء امرك مرفع زقك عاكس قال حتى صباح الخير والطبيعه اللي با ما له الشياب قا واحد يهرب منكم مسافه مو من خير اللي منتو كبار خلوكم انا نرتاح مالهم هو من خير يعمل شهادرك مقابع النابك زعمل شهادرك مو تشتاه مصلح مو تقول لي مو باك مو قابع الحين مو باك عليك تامر السايح ساجي من شو اقول لك انا وشيابا حقنا ابين ابوك هذا مو في علبك هذا حنقو خيبة ما دجالي نقشوك انا وشاقة ولا خلينا محل بصنعاء ادنا بني مطر الحيمة خولا نهم من دجاري ان دفره دخلنا الشغل وانا شغل مع واحد وبيته هذا كان غدر من بيوت اولاد
نزل عسج واللي يصلي فقر الدرب فوق البقره، ما جاءنا لو قد عالسوق شمت ابو شمات. على قولتك زيت يا خليك تفتهن، بدل ما تقولوا يا با افتهن والله نقع تعبك وشقيك، لا عاد يجدي فهناك ضحك، يا رجال روحوا لكم لحقكم الخباله. لا ما مفعول كلنا، ترجعوا تعولوا وترجعوا تحنبهم. انك ابن عمل رجعنا حي بلابكم، مع ما انتم خلاق الجن، ما تصيرش تعيشوا نفوسكم، ما تصيرش تجي، ما تصيرش خا على نفسك. ما انتشرنا احنا عمرنا لكم، واللي قالوا شقينا عليكم، وربيناكم رجال ما عاد يفعل لك. زيد زوجك، حتى لما ما عادش عقولته. ولا شغل زوينا زي بدين بعنا احنا ما ابانا وما تينا اللي كانوا على ذي والله اننا نقعد انا صغيرها وقالوا لي ارعي كبش او اللي اطلب الله اشتغل هذا ما اقول لك الخلل لقى اقول خلاص يجي صحنا بقت العمرين بعدكم عادكم خلاق الجن حتى انت مصلح كلكم مداركم سواء انهم مدارنا هم اللي دار ما قدر قلت ولا شخ على نفسك تجاه باك كده وديك حق مصاري وديك افتخر واحد الادم يفرح لقى جاء له ابن يعني يقول هذا ولد قاش بدي عليه شي في فيه النير يعني الا رقد لا ناس يوم وتخاجن وعد يشتم ابوه انت ما خليك اني شفتهن انت ما خليك اني شركه ما يفعل انت وخر من قبالين اما انا لم يقولوش حرام نرجم بك واحد هناك ما شي بكم واحد لا لا ما متى جال جنبي جنبي لغا كيف انا بعد شغله يلا ولا عندهم بقى راح هيا هيا عادك شغله ايوه هو ذحين ان ولي مو قول لك والله ما انا داري انا ولي كيف ما انتش داري انت ولا طيب ما من ان جاك عاد انا قمت من النوم ذحين جاي من البيت ضابح شقره مو بك ضابح عاد قمت ذا الحين قد الساعه 10 ونص ما بقول له ابي شغلني وصايحك انا وقال ليش راقد ذحين لا مو شغلك مو اشتي منك قال ليش ما اقوم اطلب الله من الصبح ادور لي عمل زعلني كلامه وحنك من البيت وخرج بدون صبح بس قال لك هذا وزعلك منه تحمد الله واشكره انا اتمنى ان ابي عاد عايش شاحطه وسط راسي واشقي على ليل ونهار كيف احمد الله وعاد انا ازيد اشقي على ليل ونهار انت عادك فريح يا وسيم الواحد ما يعرف قدر الام والاب الا لما يفقدهم وانت رجع قل لي سامحك وحب حذاته وطيب نفسه واستمعك والله ان كلامك اقنعني وخليني احب ابي وامي واحب كلامهم وانا معترف بغلطي هي ولي نعيل لا لا تسلم والله انا غصب لا لا والله ما اقول لي انا وانت ما لا والله ان ابو معي شغله ضروري لا لا حرام ما اقول لي انا وانت يلا اوه هذا شاجع وين هو ابوك ابي مسعد بعيب لما مشتي منه مشتي منه تخلع عين لعبه صبح مو من صبح قهوة وقت غداء لك من الادرات خوي عين لعبه الحاصل جلس بدون صبح لدى الحين عادك اسمط علي يلا على طريق يلا كم بعدي تيشت انت؟ ها كيفي؟ لا ماشي سكاب قلاش جاع عزمك انا مالي يا ليلا ما تعزمني انت بقلاش شاين او على شاين بارد كو خليك رحبوا على الحاسد يلا يلا عم عشان يفعل باخد دول يس يس ايش ايش مين ايش شاط ايش ايش انت من البيت قاعد يجي العيد ها ايش جس مسنن جس سنوة لا على نهما هو علي يبي في قليل الحياة او انا زرعتك ما زرعتني عيب عليك خلي راجل الصباح يلا ولا عند امك